السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله في نشرتنا الجوية. أمطار خفيفة متوقعة نهار اليوم وأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا مستمرة معنا، وتقل فرص السحب تدريجيا خلال مساء اليوم، وأيضا أجواء معتدلة حاليا على مدينة الكويت، ورياح متقلبة الاتجاه سرعتها ما بين 6 إلى 26 كيلومتر بالساعة، حاليا 7 كيلومتر بالساعة من الاتجاه الشمال، ودرجة الحرارة حاليا 19 درجة مئوية، حول 60% رطوبة نسبية، ورؤية أفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلو، امتداد مرتفع جوي مؤثر علينا برياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية، متوقع أنها تستمر معنا خلال الأربع أيام القادمة. أجواء باردة الليلة خاصة منتصف الليل مع رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، وفرص لتشكل الضباب خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من صباح الغد. درجات الحرارة منتصف هذه الليلة تتراوح ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية على المناطق الصحراوية، وتراوح ما بين 14 إلى 16 درجة على السواحل والجزر. فرص الضباب مستمرة معنا صباح الغد، وأيضا رياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة في الساعة السادسة تراوح ما بين 11 إلى 13 درجة مئوية على المناطق الصحراوية، 13 درجة متوقعة على مدينة الكويت، تراوح ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية على الجزر والسواحل. حالة البحر خلال 24 ساعة القادمة متوقع أن يكون خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام. موعد أذان الفجر من شدة الله الساعة 5:12:36 موعد شروق الشمس، والساعة 5:32 موعد غروب الشمس. أما الطقس المتوقع خلال 5 أيام القادمة على مدينة الكويت، أجواء متوقع أنها تكون دافئة خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، درجات حرارة متوافقة ما بين 22 إلى 27 درجة مئوية يوم الجمعة، وأدنى حرارة متوقع أنها تكون ما بين 13 إلى 15 درجة مئوية خلال 5 أيام. رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، سرعات تتراوح ما بين 10 إلى 35 كيلومتر من يوم الاثنين إلى الأربعاء، ومن 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. تنتهي نشرة جوية، عودة للزملاء بعد درجات الحرارة والطقس المتوقع حول العالم.